السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا جاي لكم النهارده بقى نعمل روتين في المطبخ يا جماعه. شايفين المواعين ازاي؟ هنغسل المواعين وهنروق الرخامه وهنغسل البوتاجاز وهنروق المنطقه دي كده تمسكها منضفه وهنروقها وهنرق. ماشي يا حبايبي؟ يلا نبدا. ما تنسوش بقى اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا حبايبي بقى نبدا الفيديو. هنبدا يا حبايبي نخلص بقى المواعين بتاعه المطبخ كده اهوت. وعين كتير يا حبيبي. بالله يا حبيبي قلت بقى ايه اقوم بعد ما اتغدينا كده قلت اروق معاكم، قلت اعمل اقوم اعمل روتين في المطبخ كده وايه ونروق المطبخ مع بعض. عارفين المواعين الكتير مش بحب المواعين ابدا يا جماعه، بس هعمل ايه؟ ولا في حاجه في ديت كل البيت كله دي. شايفين يا جماعه؟ ده المج بتاع ده ليه يا بنت؟ شايفين على صورتها؟ ده اللي عامله، شوفوا عامله ازاي دلوقتي. شايفين؟ عامله كاكاو على سكر، شايفين السكر قد ايه؟ على لبن ومبوظه الخلاط، شرشه الخلاط. قاعده تعك يا جماعه. خلص المواعين دي يا حبايبي واوريكم بعد ما اخلص. قربنا وقت يا حبايب قلبي نخلص المواعين بتاعتنا، كان مواعين كتير كان شايفه الفاضي مليان. نبدا بقى مع بعض كده المنطقه زي الفل. اهم حاجه للحوض يكون مفيش مواعين. الدنيا زي الفل ورايقه حوالينا وزي الفل. يا حبيبي كده اخر حاجه المواعين هي خلصتها. اخر حاجه المعالق دي شطه كده بره الحوض بتاعنا اهو. نحط الوصفه دي في الحوض عشان مفيش حاجه تسيبته. ننزل الوصفه كده على الارض اهو. مش هحطها اهو. مش هجيب بتاعت المواعين اهو. ونبدا يا حبيبي نحط بقى الحوض كده. ده كله الجزء ده كله. نمسك برضه الحنفية بتاعتنا اهي. نمسك الحوض. شفتوا يا حبايبي؟ بصوا هاخد بقى البوتاجاز اهو واغسل برضه معايا البوتاجاز بتاعي. ده بقى جاب الحته بتاعتنا وامسحه كده. خلاها زي الفل. نمسك برده العين بتاعت البوتاجاز بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. نشطب بقى زي ده. استنى يا حبيبي. هجيب بقى حته كده ميه واشطب الحط بتاعي. عايزه اشرب. فرق. ازيكم؟ عسل. شايفين؟ زي الفل. والجزء ده كله زي الفل. والله يا جماعه ايدي فيه على طول مع البوتاجاز بعد ما اخلص كل اكل لازم ايه اغسل كل حاجه. وعين بتاعت البوتاجاز بتاعتي برده اهو باجي بقى من كل جمعه كده وبشيل العيون بتاعت البوتاجاز دي واجيب لها بتاع كرول بحطها في البرابسو
واحط عليها شويه بطاطس بتروح زي الفل. هسيبهم بقى يسخنوا خالص على بال ما اخلص، وبعدين ارتبهم ايه على البوتاجاز، ولا زيت ولا اي حاجه. هنمشي هغسل بقى الحلبيه بتاعتها. فاهم حته زي الفلوقه في المصه بتاعتي واسيبها، عشان لما مثلا نغسل كوبايه شايفه فهو ده بيحمل حوض يا جماعه، وما بخليش البلاعه عندي تتساب. نازل فوق، انت عارفين انا نازله عليها الرخامه ورقه كده خلاص. البوتاجاز كده اهي، الرخامه بقت راحت زي الفل اهي، والبوتاجاز بتاعي راح زي الفل. اهي يا حبيبي، قولولي بقى يا حبايب قلبي ايه رأيكم؟ دوسوا اللايك يا حبايب قلبي، ان شاء الله اللايكات هي اللي ترفع الفيديو عندي. جيب الحته وامسحها. المطبخ انا كنت منضفاه من فوق انا وياسمين، وانا قلت الجزء ده انا هعمله كده وانا بنضف المطبخ. ونمسح بقى يا حبايب الارضيه بتاعت المطبخ بتاعتنا اهو، خليه زي الفل. خلصوا يا حبايبي مسح وروكم. بصوا يا حبايبي مسحنا ارضيه المطبخ زي ما انتم شايفين. خلينا ايه رايكم بقى في المطبخ، والحته دي بقى فرشه كده في المطبخ عندي اهي، كنت غسلها ومنضفاها يعني، بحطها كده في ارضيه المطبخ اهو زي ما انتم شايفين كده. قولوا بقى ايه رايكم يا حبايب قلبي بعد ما المطبخ رايق وبقى زي الفل كده اهو يا حبايبي، شايفين خليته زي الفل وبيلمع من كتر النضافه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.